ذكروا مقامات الإنسان. لما الروح فقدت الصلة مع الإله ستتجزأ لتصبح ثانوي. متى تنادينا الشخصية الحقيقية، الشخصية الروحية؟ نحن قبل ما نمشي بأي طريق بالوعي، يعني أي إنسان بالحالة العادية تصير معه مشكلة فبيحط الحق على الشخص المقابل، بينما لما بتبدأ بتمارس الأمور الوعي فأنت بتحس أول شيء صارت معك مثلا صفة معينة طلعت حسيت فيها، فأنت بتبلش تحس إنه هاي الصفة موجودة عندي. أول شيء كنت مفكرة ثلاثة صاروا أربعة، فأول شيء أنت بتعطي هالصفة اسم وليكن مثلا غرور، بترجع بعدين بتحس انه في حدا عم يلومك على وجود هالصفة فيك، بعدين بترجع في حدا عم يحاول يخفف انه لا حاول تحتضن القصة، في حدا بيقول انه مين هذا اللي عم يراقب الكل، يعني شو هالاجزاء الاربعة اللي طلعت من النفس لحظة انت مثلا حسيت بشغلة بطلت تلوم الاخر، صرت انت عم تحلل جوا كل شيء عم يصير معك، بينما بالاول تقول لا هو السبب وبتنعمي عن كل هدول الاجزاء اللي موجودة فيك. فبس بدي اعرف هدول مين هن كلهم، يعني هو انت فيك جواتك. دكتور هلا تعقيبا على سؤاله اسقطت الموضوع علي، بتعامل احيانا داخليا انه عندي كذا شخصيه، هدول الشخصيات مقسمين طبعا حسب الحاله، وهي شخصيه غاضبه وشخصيه رايقه ومسالمه، شخصيه اخرى حزينه، شخصيه اخرى منفعله على الحدث. فعمليا انا وقت اللي بكون مثلا ضمن الحدث ممكن هدول الشخصيات كل وحده فيهم في لها صوت، وفي منهم صوتهم اعلى من صوت الثانيه، وفي بيناتهم صوت وحده بيكون هذا الصوت اللي بسميه الحكيم بيناتهم يلي هو اوطى صوت بيناتهم. تعاملت مع نفسي بانه اعطيهم لهداك اول شيء الصوت، يعني اعطيهم حقهم بانهم يحكوا او يكون لهم صوتهم، غير هيك ما عم ينسمع الصوت هداك. فبالنهايه ما بعرف حسيت في تقاطع مع سؤاله بهذا الموضوع. يا ريت اذا بدنا نفهم اللي عم بصير لازم نعرف شو مكونات الإنسان، صح؟ الفهم منين بيجي؟ من الجسد العقلي اللي هو فوق الجسد الفكري اللي هو بمستوى الرابع وفوق. ذكروا مقامات الإنسان، ذكروا سفارات المقامات أو الأجسام الباطنية بالجسم المادي. لاحظي إنه القلب فيه له قسمين، مثلث للأسفل بثلاثيات خارجي، كل شاكرا أو مقام خارجي يعبر عن شخصية وإله مثلث للأعلى. الآن لما القلب اللي هو نداء الروح فينا بيفقد الدائرة، بيفقد الصلة مع العقل الكوني، مع العقل الشمولي، القلب أي الروح، لما الروح فقدت الصلة مع الإله ستتجزأ لتصبح ثانوي، مثلث للأعلى بثلاثيات وجود ومثلث للأسفل. بالمثلث السفلي منلاحظ في شخصية غاضبة، منلاحظ في إنساني بدأ تسحبنا إلى عالم الحواس أو أي هي الشخصيات التحتية. الشخصيات التحتية يعني شخصيات تريد أن تأخذنا إلى عالم النفس السلبي، إلى هذا العالم اللي بنعرف فيه خوف، قلق، الهم، الحزن، الحسرة على الماضي، التمني للمستقبل، كلها مقامات بطبقاتنا. هاي شخصيات موجودة بأكوان موازية وموجود إلى سفارات فينا. نحن مشتتين، هاي الطاقات المشتتة لا يمكن أن نسمو بالوعي إلا إذا قدرنا نربط هاي الطاقات. ما هو رابط الطاقات؟ شو اللي بربط المجرات بالكون؟ المادي المظلم، دارك ماتر. هي المادي المظلم إلى علاقة مع العقل الشمولي. العقل اسمه عقل، أي يعقل الأشياء، هو الذي يربط مقامات الإنسان. العقل لغته الوعي، لغة العقل الوعي، لغة الفكر التفكير. الآن مجرد أن نعي بالطبقة الرابعة بالأجسام الباطنية، مو السبعة، الخمسة، الأغلف الخمسة، شو قلنا؟ الطبقة الرابعة
ديجنانا مايا كوشا، هذا الجسد العقلي. إذا نزلنا للأسفل بصير فكر وما توسوس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الفكر وبيعمل مشاعر سلبية. ليه؟ لأن المقامات خارجية، صرنا نشوف أشخاص، فطبيعي لما بنكون نحن خارجين، يعني خارجين عن النظام الإلهي، النظام الإلهي نظام شمولي اللي هو القلب وفوق، خارجين يعني بالعالم الخارجي الحسي، هذا الارتداد للعالم الأرضي بيؤدي لخلق شخصيات ترد على ما بداخلنا. فبنصير نشوف أشخاص تنكد علينا حياتنا. ليه؟ لكي تنبهنا إنه أنت عندك في فجوة ما بداخلك أنا أعدلها بفلان سخر مني لأن الأنا تضخمت هنا، فلان ما نجحت بعلاقتي معه لأن في عندك كارما، ما علاقة معه بالسابق مطبوعة بالأثير وبدك تسدد هذا الدين، في خوف من الماء، من السقوط، من كذا، تجارب الحياة ترد عليك نتيجة حوادث أنت قدرتها لنفسك. هاي الشخصيات الخارجية عم تجذبنا بشكل طبيعي، هي مربوطة بالقلب أيضا، القلب رابط الكل، قلب الدراجي محور، هذا المحور رابط كل العجلة تدور في نقطة، هذا المحور لا نهاية بالصغر هي نفسها لا نهاية بالكبر اللي هي هذه الوعي. حالة الوعي ما في إلا صار صغر وكبر، دخلتي من أعمق عمق الذرة صرتي بأوسع مجر، نفس الشيء. الآن يشدنا للعالم الخارجي هاي الشخصيات التحتية اللي هي موجودة فينا، وصداها نرى الأشخاص، نرى شخصيات سياسية إذا كنا بوعي جمعي، لأن أيضا بيجمعنا نحن كشعب معين شاكرات أيضا ونظام الشخصيات التحتية، نظام جمعي معين، وسكان الكرة الأرضية لهم أيضا شاكرات بيجمعهم وعي معين، فما بالنا أيضا بالنظام العائلي والطائفي، هذا غير النظام الفردي، كله بيأثر علينا. شخصيات عم تسحبنا للخارج، متى تنادينا الشخصية الحقيقية، الشخصية الروحية؟ عندما نسد كل هاي الفجوات بالمحبة، يعني نجحنا بالمحبة لا مشروطة، نجحنا بتسامح مع الآخرين وتسامح مع أنفسنا، صار في عنا شخصيات عميقة. هاي الشخصيات العميقة هي بدأ المثلث اللي بدأت القلب للصعود على شاكرا الحنجرة، يبدأ الإبداع ثم البصيرة، فتاش حيث الحاكم فوق الحكام، العقل الشمولي. العقل الشمولي نور، هنا النور يقول ما هذه الشخصيات التحتية، كله وهم، كله فقاعات، لأنك أنت أصبحت بعمق سكون المحيط. هذه الفقاعات، هذه الأمواج اللي على السطح هي شخصياتك، أنت المحيط. لما تعرف نفسك، أي لما تعرف نفسك أنك والعقل الشمولي واحد، أي والمحيط واحد، وأنت بهذا السكون، وأنت بإنعكاس للأنوار الإلهية فيك، ترى كل الشخصيات مهما آذتك رسل محبة وسلام لترفعك على العمود القائم بالحق فتصل إلى هاي السلام. الحلاج بارك ودعا بالهداية والتوفيق لمقطعي، أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم. ليه؟ لأنه العدو الخارجي صدى داخلي باللاوعي عما في، فأقبله قبول معرفي ووعي وليس قبول خنوع. هاي ليست دعوة لعدم السعي بالعالم الخارجي باتجاه نيل من حقوق تعديل هي الشخصية المؤذية. هناك طرق عديدة لنفرض شخصية نرجسية ظهرت بالحياة لكي تسحبك من عالم الحواس، لكي تمل من العالم المادي اللي هو عالم الانفصال وتصبح باتصال. إذن مبارك كل رسول ألم يأتيني منك يا الله. فكل الشخصيات إذن بتصير ضمن شخصيتنا عندما نصبح بوعي العقل الكلي، كلهم أبناء بررة، يخرج الضد من بيت الولي، أي
تخرج شخصياتنا الأنانية من هذا البيت الإلهي. فالعقل الكلي واحد، ومن الواحد تخرج الأعداد، كل الأرقام تصبح بعلاقة خاصة معنا كحالة وعي أرفع. ها هو غاية وصول الإنسان، أن يتسع بعقله بعد أن ينقى قلبه. ينقى قلبه يعني تبدأ شكل القلب تدور، فتختفي المثلثات الانفصالية بين السالب والموجب، بين العالم الخارجي والداخلي، تصبح طاقة الكونداليني تصعد، يتولد الإبداع. هنا فك الرقبة، فك الرقبة، أي ينفك الإنسان من ربقة الأصفاد، من ينعتق من العبودية، أي عبودية الجهل. الجهل يعني عدم المعرفة، أن العالم الخارجي هو عالم الجهل، وهناك عالم داخلي كنا عنه مغيبون. فهنا يبدأ السفر، يسموها المسافرة في درجات التعليم، إلى أعلى وأعلى، حتى يصل إلى حد الإمامة بمنزلته. ماذا يعني حد الإمامة بمنزلته؟ أي يتناغم مع العقل الكلي، يتناغم مع العقل الكوني، مع هذا الذكاء المربوط بالإلهية. لا يمكن أن نصل لوعي الإلهية بدون واسطة العقل الشمولي. العقل الشمولي هنا ليس اعتقاد، ليس اعتقاد، بل هو مثال لنصبح بوعي كلاني مثله، فنحقق غاية وجودنا بهذه الحياة. هي عملية الاستكمال اللي بسميها أحد الأصدقاء. فإن شاء الله إنه هاي الجواب يكون مرضي. إذا في أي سؤال كمان. سلام حكيم، هل تقصد بما تفضلت به كما ذكر المتصوف الكبير ابن عربي الإنسان الكامل؟ مباشرة جاءت الفكرة إلى ذهني، وشكرا. لا، عم تذكري بذكر ابن عربي عن الإنسان الكامل، ذكرتيني في دورة عند الحكيم مهرشي الشوقي مسجلة بفيديو، اسمها دورة في المعرفة الشاملة، ودورة أيضا في خلق الإنسان الكامل. بصير في انتقاد إنه ما في حد كامل. اللي بيفكر هذا التفكير عم بيبرهن على إنه وعيه بعده مجتزأ. الإنسان كامل بالوعي، يعني لما بصير الإنسان باليقين الإلهي، يقصد أنه حصل الكمال بتناغمه مع الموجة الإلهية، فيصل إلى الواحد. لاحظ، الواحد جاي من الأحد. لما الإنسان وصل بعد ما كان أرقام متعددة بعالم الانفصال، وصل لأن العدد واحد هو أساسه، بالتالي يستطيع أن يوحد ذاته، يلملم متفرقاته، يجمع أجداده، فيتناغم مع الأحد سبحانه. هنا نستطيع أن نقول أن هذا الإنسان الذي قد اتسع به العقل بهذا الشكل، اتسع، لا يعرف نفسه أنا منفصل، أصبح كل الأنوات، كل الذوات ذات واحدة، توجه إليك بذاتي وذواتي. هذا الإنسان المتصل بالحقيقة ما فينا نقول عنه أنه سيدخل الجنة أو سيدخل النار. ليه؟ لأنه في الجنة العرفانية هنا والآن، أي قامت قيامة حقيقته من بين رماد الجهل بداخله. فصار الإنسان الكامل هو الإنسان الواعي لله. دوما مصطلح الواعي لله هو إنسان توازنت فيه كل المقامات إلى أن وصلت لهذه النظرة الشمولية. ومن صفاته، في إلى صفات كثير، توقع فيديوهات كثير تحكي عن الموضوع. أقل ما يمكن طائفة الإنسانية ولغة القلب ودين المحبة كليانية الوجود الأوحد لله، هي كبذور للوصول لهذه الحالة. وابن عربي ما شاء الله مشهور بزرع هذه البذور، ومع ذلك ينتقد بوحدة الوجود. قال هؤلاء أصحاب عقائد وحدة الوجود، هؤلاء ما بعرف إيش. هاي الأحكام السلبية هي عبارة عن أحكام أنوات انفصالية تعيش وهم الانفصال.
بالحقيقة اللي بوصل لوعي الحاكم فوق الحكام لا يوجد عنده سخرية ولا انتقاد حقا بالوعي الأحادي. وهي تجربة المهريشي الحالة السابعة من الوعي، اختبار الدماغ للوعي الأحادي. يرى نفسه في الجميع، من يرى نفسه في الجميع، هي نظرة إلهية، الله موجود في كل الوجود، وبالتالي هذا موحد حقيقي. هذا يستطيع أن يردد الصمدانية في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام. على نفس المبدأ في الكاتبة الكندية، هي طبيبة نفس اسمها ليز بوربو، بتحكي عن هالمواضيع هاي بكتاب اسمه الخمس جراح اللي بتمنعنا انه نكون نحن. فهي بتوصف الجراح اللي اخذناها نحن وصغار بعمق كبير، بيعطي هالشيء بعدين شكل الجسم لنا. والاحلى من هيك انه بتوصف، يعني مجرد انه نعرف شو جراحنا وليش نحن هيك، بخفف من وطأة هالجرح، وفينا نتعامل معه، وكيف فينا نطور حالنا، وحتى كيف فينا نفهم بقية العالم. مثلا فينا نعرف انه هذا عم يتصرف بهالطريقة الفلانية نفهمه، بس فهمنا فينا نعرف نتعامل معه بطريقة لا عنيفة. وشكرا. تلاحظوا كمان بكثير من المعتقدات في توافق مع النظام الخماسي، مثلا مصطلح الحدود الخمس المعروف عن التعبد عبرهم، وكأننا نتجاوز من طبقة إلى طبقة، وما بيجوز إلنا الوصول للوعي الإلهي بدون عبور عبر هاي التجارب. نعود لنأخذ التجربة من طبقة حد ما إلى أن نسمو بالوعي. المصطلحات الهندية بسموهم أيضا الأغلي في الخمس، five koshas، الجسم الفيزيائي المادي المعروف، بعدين الجسد البرانا، الجسد الفكري، بعدين بيجنانا مايا غوشا، يعني الجسد العقلي أو الجسد المعرفي، هذا اللي نحن فيه عم نتعرف على المعارف. آخر طبقة هي اسمها أناندا مايا غوشا، يعني جسد الغبطة أو الجسد الإلهي، وعي، حالة وعي. فلاحظي معناها نحن كبني البشر نعاني من أمراض نفسية وفكرية، عقلية، جسدية، طاقية، على حسب أمراضنا أو مشاكلنا النفسية أو المعتقدات. ليش عم نيجي للأرض؟ لكي يصبح هناك نوع من التعديل، يتعدل هاي الطبقة من خلال تجربتنا. اللي ناقصه محبة يعاني من نقص المحبة الخارجي، بيجي مين يحرض فيه هذه المحبة، بيعاني من أشخاص، فلما بيفهم الدرس وكأنه عبر من هاي الحد. المرض المعني اللي كان بطبقة ما، بتلاحظ انه سدت هاي الفجوة الى ان ينمو بالوعي. لاحظ قدي في دقة، حتى هؤلاء مو الكتاب، الباحثين باراسيكولوجي بهذا الشكل، لازاريف، جيكارنسيف، حقيقة نعيش ثورة روحية علمية بزمن ايضا تعيش فيه كثير من افراد الجنس البشري القلق والهم والحزن. والحمد لله نحن نعيش العصر الذهبي من خلال هاي المعارف والعلوم. شكرا للمحاضرة، سلام للجميع.